يخوض الطالب محمد حسن منافسات حماسية في بطولة تنس الطاولة ممثلا لمدرسة مأرب الأساسية في إطار بطولتي التنس والشطرنج التي أقيمت بين مدارس مديرية المعلة. شاركنا ببطولة التنس ومن مأرب مدرسة مأرب وشلينا البطولة حق التنس وحق الشطرنج وهذا بفضل الست أيام أستاذ مفيد. وتستمر الأنشطة اللاصفية في هذه المديرية مما يخلق أجواء حيوية تخرج الطلاب من رتابة الروتين المدرسي كما تنمي من قدراتهم البدنية والذهنية. مهمة جدا نشاط اللامدرسي واللاصفي، مهم جدا في خروج الطالب من كثافة التعليم والدراسة، فلازم نأخذ طاقاته إلى أشياء مفيدة أخرى. كانت مستويات الطلاب مستويات عالية في النشاط، الروح مرتفعة، مشاركة وكلاء الأنشطة في المدارس الحكومية والخاصة كانت ملفتة. وفي ختام البطولة كانت تتويج لمدرسة مأرب المتفوق على 11 مدرسة حكومية وأهلية، ويتطلع هؤلاء الأبطال لمنافسات على مستوى المحافظة بل والجمهورية إن خرجت البلاد من أتون الحرب. آدم حسامي، قناة بلقيس، عدن.